السلام عليكم. عقد ناشطون وسياسيون من مختلف الدول العربية في الثالث من كانون الأول ديسمبر الحالي مؤتمرا افتراضيا حمل عنوان الديمقراطية أولا في العالم العربي، وذلك استباقا لقمة الديمقراطية التي دعا إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 19 من الشهر نفسه، والتي تجاهلت الدول العربية باستثناء العراق. المؤتمر الذي حضره عشرات السياسيين والبرلمانيين والناشطين في المهجر دعا إلى توحيد جهود الديمقراطيين العرب للنضال من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية للشعوب العربية. وفي هذه الحلقة من برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع نسلط الضوء على هذا المؤتمر ونطرح التساؤلات الآتية: ما دلالة دعوة العراق فقط لمؤتمر بايدن وتجاهل كل الدول العربية؟ كيف نفسر أن الولايات المتحدة التي غزت واحتلت العراق وجاءت بنظام ميليشياوي ذبح الشعب، كيف نفسر أنها تتبنى إقامة مثل هكذا مؤتمرات؟ وهل تسمي نظامها في العراق ديمقراطياً؟ ما أهداف المؤتمر الذي عقدته المعارضات العربية؟ هل وصلت رسالتهم إلى مؤتمر بايدن؟ ما خيارات الشعوب والمنظمات والهيئات المدنية لمنع الاستبداد في العالم العربي؟ وإذا كان الغرب محباً للديمقراطية، فلماذا أجهض أمل الشعوب بالربيع العربي؟ هذه المحاور وغيرها سنبحثها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع التي تحمل عنوان الديمقراطية أولاً في العالم العربي، الأنظمة الاستبدادية وثورات الربيع العربي. سيكون معنا ضيفاً في الاستوديو الدكتور نزار كريكش، مدير مركز بيان للدراسات. دكتور نزار، حياك الله، أهلاً بك. وسيكون معنا عبر الهاتف من غازي عنتاب الدكتور أحمد طعمة، رئيس الحكومة الانتقالية السورية الأسبق. دكتور أحمد، سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله جميعا. حياك الله سيد الكريم. وعبر الهاتف من مالمو الأستاذ لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض. أستاذ لبيد، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بي. مشاهدينا الكرام، وقبل البدء في حوارنا نتابع وإياكم هذا التقرير. نالت فكرة الديمقراطية حظوة كبيرة في الساحات الإعلامية العالمية والعربية، وشكلت قضية أساسية محورية لدى الجماعات السياسية والحقوقية باعتبارها الوسيلة التي تمكن الجماهير من انتزاع حقوقها وصياغة مستقبل أفضل. ومن هنا تتطلع الشعوب إلى الديمقراطية كنظام سياسي اجتماعي حين يكون الشعب هو مصدر السياسة والسلطة. الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه دعوات إلى قادة أكثر من 100 دولة للمشاركة في قمة افتراضية بشأن الديمقراطية في 9 من كانون الأول وفق قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، خلت منها جميع الدول العربية عدا العراق، الأمر الذي يثير التعجب ويضع الكثير من علامات الاستفهام. فهل العراق دولة ديمقراطية؟ ألا تعلم إدارة بايدن مقدار وحجم الانتهاكات التي ترتكب بحق العراقيين منذ 2003 من قتل وتهجير وتغييب قسري ومصادرة للحريات وتزوير الانتخابات وقمع التظاهرات؟ بالمقابل، فقد عقد مؤتمر الديمقراطية أولاً في العالم العربي بمشاركة لفيف واسعاً من الشخصيات العربية المدافعة عن الديمقراطية، من سياسيين وحقوقيين ومفكرين من مختلف الدول العربية ومن عرب المهجر، في خطوة استباقية لقمة الديمقراطية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي بايدن. مؤتمر الديمقراطية أولاً أكد في بيانه الختامي على حق الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية والتغيير السلمي والتنمية، وإلى توجيه رسائل إلى منظمي قمة الديمقراطية والمشاركين فيها وغيرهم بالتوقف عن دعم الاستبداد والديكتاتورية واحترام إرادة وتضحيات الشعوب العربية بما يتفق مع القيم والمثل المعترف بها في المواثيق الدولية. الولايات المتحدة التي أباحت لنفسها غزو العراق وسلطت الحكومات الفاسدة وميليشياتها عليه، قسمت من خلال دعوتها لهذه القمة العالم إلى أخيار وأشرار بحسب المقاسات التي تريدها، فقد دعت إلى قمة الديمقراطية دولاً ديكتاتورية بامتياز. ووفقاً لصحيفة جابان تايمز، فإنه من المستبعد تماماً أن تسفر تلك القمة عن أي نتيجة واضحة لتصبح مجرد محفل آخر للكلام.
إذا مشاهدينا الكرام، نناقش في هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب الديمقراطية أولا في العالم العربي، الأنظمة الاستبدادية وثورات الربيع العربي. نجدد الترحيب بكم دكتور نزار. بداية، ما هو أهداف المؤتمر الذي عقدته المعارضات العربية، وأيضا الأهمية في هذه المرحلة التي تمر بها منطقتنا العربية؟ يعني أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. أظن أن الهدف هو أن هذا المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية ولم تدعو له الدول العربية، وهذا يعزز رواية بأن العرب استثناء من الديمقراطية، نعم، وأن العرب لا تصلح لهم هذه الديمقراطية، وكأنهم في كوكب آخر يختلف عنه. فأراد المؤتمر أن يوصل الصوت بأن من الواجب أن يكون هناك ديمقراطية في العالم العربي، وأن هذه الديمقراطية هي الأولوية بالنسبة للعرب، لأنها عدد البيان اللي صدر عن المؤتمر، نعم، الأسباب اللي تجعل الديمقراطية ضرورة ليس فقط للعالم العربي بل لاستقرار العالم ككل، لأن هذا النظام الليبرالي الذي يحكم العالم اليوم يضع من أسسه الديمقراطية، ومن أسس هذه الديمقراطية سيادة القانون، نعم، سيادة القانون في العالم العربي غائبة تماما. يعني لما تشوف مؤشر سيادة القانون العالمي تجد الدول العربية في ذيل لهذا المؤشر، بما يدل أن هناك ظلم في هذا المنطقة، وأن هناك استبداد، وأن هناك غياب لحرية الرأي والتعبير. فالسؤال الآن، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعيد بناء صورتها أمام العالم كدولة راعية للديمقراطية، فلا يجب استثناء العرب، لا يجب الاستسلام لرواية استثناء العرب من التحولات الديمقراطية، وأن العرب كأنهم هم كم مهمل في الحراك الديمقراطي. فأظن أن البيان كان يريد أن يقول بأن لا يمكن أن يحدث استقرار في هذه المنطقة إلا بالحكم الرشيد، لا يمكن أن يحدث استقرار في هذه المنطقة إلا إذا سمع صوت هذه الشعوب، لا يمكن إحداث أي تغيير حقيقي لحل مشكلات مثل الهجرة والنزوح والإرهاب وغياب التنمية، وكذلك قضايا التفاوت بين الشمال والجنوب والأمن البيئي، وما يعرف الآن بالديس انفورميشن، بأن المعلومات المضللة اللي هي تهدد لب الديمقراطية، لأن من المفترض أن تكون الديمقراطية وثيقة الصلة بالحقيقة والشفافية، نعم. كل هذه القضايا ستظل موجودة في العالم العربي، وستظل تفسد على المجتمع الليبرالي وعلى العالم ما هو فيه من توازن إذا استمرت الدول العربية، إذا استمر العالم الغربي بتجاوز العرب، لأنه ليس من المهم أن يكون لديه. ولكن هناك من يقول أن الديمقراطية يعني قد انسحبت عليها الفوضى في العالم العربي، هل توافق هذا الطرح؟ بالطبع، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدعم، يعني منذ الاستقلال، منذ الحرب العالمية الثانية، الغرب كان فكرة الاستعمار استبدلت بمجموعة من الحكام يمكن من خلالهم تحقيق مصالح هذه المنطقة، وبالتالي أصبحوا يتعاملوا مع هؤلاء الحكام ولا يبالوا كثيرا بآراء الشعوب، على اعتبار أن هؤلاء الحكام بإمكانهم السيطرة على هذه الشعوب، بإمكانهم إسكات هذه الشعوب وتحقيق مصالح هذه الدول. أظن أن هذا العادة، هذا النمط استمر في المجتمع الدولي، وأن هذا المجتمع العربي لا يمكن الانفتاح معه على قيم الليبرالية وقيم الديمقراطية، لأنه غير قادر على تحملها، وأن ثقافتهم مختلفة. طيب، فبالتالي هذا كله يعني كرس الحكم في يد رهط من الحكام. طيب، استطاعوا إسكات صوت الشعوب لفترة طويلة. أنا لهذا الأمر أن ينتهي. يعني. طيب، دكتور أحمد طعمة، نجدد الترحيب بكم. يعني هنا في هذا الإطار، ما هي خيارات الشعوب والمنظمات والهيئات المدنية لمنع الاستبداد في العالم العربي؟ بالتأكيد أخي العزيز، كان مؤتمرنا الديمقراطية أولا هي إحدى وسائل الشعوب المجدية من أجل الضغط على الأنظمة المستبدة، ومن أجل الضغط على الدول الغربية لكي تصدق في قولها ولا تخادع في أعمالها. إن استمرار الضغط بهذا الشكل وإقامة الحجة واستنهاض همم الشعوب، وكذلك توعية الشعوب لأنه ما ضاع حق وراءه مطالب، نعم، كل هذا يؤدي إلى نتائج إيجابية. إن التركيز باستمرار على مسألة الحرية والديمقراطية، وخصوصا مع اكتساب شعوبنا هذه الخبرة الهائلة من خلال فشل التجربة الأولى في الوصول إلى الحرية والديمقراطية، لها نفع كبير. صحيح أننا خسرنا الجولة الأولى، نعم، بنتيجة قيام الأنظمة المستبدة بالثورات المضادة ونجاحها بها، ولكن الحرب لن تنتهي بعد. وكنا صحيح أننا لم نكن نعلم أن الحرب طويلة لهذه الدرجة وتستغرق عقودا وعقودا، إلا أنه الآن صار واضحا بالنسبة إلينا الطريق، وأن
طالما أن الطريق واضح وبين وقد عرفنا ما الذي يمكنه أن يفعله خصومنا، فإذا أصبح لدينا المعرفة وأصبح لدينا الخبرة. نعم. وباقي استنهاض الشعوب والدأب على محاولات الكفاح حتى الوصول إلى النتيجة المرجوة بإذنه تعالى. دكتور أحمد، أنت قلتم بأنه يعني صحيح أن الشعوب العربية خسرت الجولة الأولى من المعركة والمعركة لم تنتهي، لكن هنا من هو الكفيل بإنجاح خطوة الديمقراطية في العالم العربي؟ بسبب الخبرة. نعم. بسبب مزيد من المعرفة. الأزمات الكبرى التي حصلت في العالم من جراء هذه الأنظمة المستبدة، أنتم كما ترون أن بالرغم من كل صلف الدول الغربية وبالرغم من كل تبجحها، فإنها لم تستطع دعوة الدول العربية المستبدة الدكتاتورية، لا بل وجزء منها دول إبادة، لم تستطع دعوتها إلى مؤتمر الديمقراطية. ذلك أن الأمر أصبح واضح، واضح للعيان ولا يمكن تجاوزه. لذلك نحن نعول في الكرة الثانية على مجموعة من النقاط والتي نعتقد أنه باستفادتنا من أخطائنا يمكن أن تحسين الواقع، وكذلك ما حصل في العالم من مآسي. أنتم تعلمون أنه لو كانت قد قيض لتجربة الربيع العربي أن تنجح لما وصل الإرهاب ما وصل إليه في هذا العالم. وأعتقد أن المنصفين من السياسيين الدوليين الكبار عندما يدرسون بدقة ماذا حصل في العالم وكيف انتشر الإرهاب وكيف انتشر داعش، يعرفون أن أحد أهم أسبابه هو تقويض تجربة الديمقراطية في العالم العربي، وأنه ربما في المستقبل القريب تنفجر الأمور بشكل أكثر طراوة، وعند ذلك لا ينفع الأوروبيين وربما لا يستطيعون أن يتحكموا في مصائر الشعوب وتنقلب الأمور رأسا على عقب عليهم. طيب أستاذ لبيد، نجدد التحية لكم. لكن هنا يعني مؤتمر بايدن وجه دعوة للعراق فقط وأيضا تجاهل كل الدول العربية. بمعنى آخر، هل تسمي الولايات المتحدة ما مر به العراق بأنه نظام حكم ديمقراطي؟ هل تعتقد ذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عدم دعوة الدول العربية، لو كانت أمريكا لم تدعو الدول العربية جميعها بدون استثناء لكان ذلك إجراء صحيحا ومفرحا أيضا، لكون هذه الدول بدون استثناء محكومة بأنظمة استبدادية وقمعية ومعادية لشعوبها. لكن استثناء العراق، أي دعوة العراق إلى هذه القمة، ألقى بظلال من الشك على مصداقية نوايا عقد هذا المؤتمر. النظام الحاكم أصبح معروفا أنه نظام استبدادي بكل المعايير، وهو لا يختلف حاله كحال أشقائه العرب، بل أسوأ من معظم الحكام العرب الذين يمتازون بالقمع والديكتاتورية والتسلط على رقاب الشعوب. فلكن أمريكا ما زالت مصرة أو تريد أن تخادع نفسها وتخادع العالم بأنها صنعت الديمقراطية للعراق من خلال هذا الغزو الكبير الذي دمر العراق وبناه التحتية وراح ضحيته ملايين العراقيين، ونعلم المآسي الكبيرة التي جرها هذا العدوان، وما زال الشعب العراقي يدفع من دمائه ثمنا لذلك بسبب العدوان. والطامة الكبرى الأسوأ من العدوان هي النظام الذي صنعته الولايات المتحدة، والذي جرى العراق منذ 18 عام إلى مسلسلات من الحروب الداخلية والحرب الأهلية والطائفية. وهناك كما نعرف وتعرف جميع منظمات حقوق الإنسان، هناك سجل أسود للحكومة العراقية للنظام الحاكم في العراق. في العراق لا يوجد هناك أمان، لا توجد هناك سلطة مستقلة للقضاء، لا توجد هناك قوات أمنية قادرة على حماية الديمقراطية المزعومة، لا توجد هناك سلطة كما قلنا مستقلة للقضاء. هناك نحو 80 ميليشيا مسلحة تسليحا جيدا وهي تضاهي وتنافس القوات الأمنية والقوات الحكومية، وتستطيع أن تعتدي على المواطنين وتستبيح البيوت وتستبيح القرى والقصبات والمدن.
بالكامل، وحتى العاصمة بغداد لم تسلم منها. رأينا بالصورة والصوت أكثر من مرة أن بعض الميليشيات تستبيح الشوارع وتحتل الكثير من المناطق واسعة من بغداد والمدن الأخرى. فأين الديمقراطية؟ يعني لا توجد أي، لا يوجد أي عنصر من عناصر الديمقراطية متوفر في المشهد السياسي الحالي في العراق. أستاذ لبيد، نعم. يعني كما تعرفون أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وكونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وأيضا كولين باول ودونالد ترامب، كل هؤلاء أقروا بخطأ احتلال العراق، لكن ما مدى قناعة البيت الأبيض الآن بإدارة بايدن بديمقراطية العراق؟ هل هم مقتنعين بذلك؟ لا توجد أي قناعة. يعني إذا يعني إذا بحثنا في 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 الواقع أو الحقيقة في في التصريحات التي ذكرتها، نعم. حضرتك، وهناك أيضا تقارير كثيرة صدرت في تقييم الوضع في العراق، سواء كانت صادرة عن منظمات مستقلة أو منظمات حكومية أو هيئة الأمم المتحدة، كلها تطعن بمقولة كون هناك وجود نظام ديمقراطي في العراق. نعم. يعني آخر نتيجة حصل عليها مثل مؤشر فريدم هاوس، نعم. للحريات، حصل العراق على 29 نقطة من 100 من أصل 100 نقطة لتصنيفه كدولة غير حرة. يعني ممثلة الأمم المتحدة في آخر تصريح لها قبيل الانتخابات الأخيرة قالت في عام 2018 جرت انتخابات مزورة، والانتخابات مزورة في كل المراحل التي تشكلت فيها دولة أو في كل المراحل التي قامت فيها انتخابات. العراق معروف بأنه أصبح ملفا تتقاسمه المصالح الأمريكية والمصالح الإيرانية. طيب. الدعوة العراق إلى هذا المؤتمر يراد منها كما ذكرت، يراد منها الاستمرار في مخادعة الناس بأن النظام القائم في العراق هو صناعة أمريكية صنع لها تحرر، يعني العراق الأمريكا قامت بتحرير العراق وصنعت، نعم. نظام، نعم. ديمقراطي، وهذه كذبة كبرى. نعم. المغزى الآخر المهم هو مسألة محاولة جر العراق من النفوذ، سحب العراق من النفوذ الإيراني أو تقليص النفوذ الإيراني في، طيب. داخل العراق من، نعم. خلال هذا الغزل السياسي أو الدبلوماسي، طيب. المتمثل، نعم. في دعوته إلى المؤتمر. طيب. نعم. دكتور نزار، نبقى في نفس السياق ولكن بطريقة ربما أخرى، كيف تفسر أن الولايات المتحدة التي غزت واحتلت العراق وأيضا يعني جاءت بنظام ميليشياوي ذبح الشعب العراقي، كيف نفسر أنها تتبنى إقامة مثل هكذا مؤتمرات؟ أول هو اللي دعا الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا كان الدعوة لهذا المؤتمر كانت من أيام حملة بايدن، لأن الرئيس ترامب كان دعا لأن تكون أمريكا أولا وانزوى وألغى كثير من التحالفات الدولية. نعم. طبعا هذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، النظام الليبرالي اللي هو مبني على الديمقراطية وحرية التجارة، هذا النظام هو جوهر الأمن القومي الأمريكي، طيب. بمعنى هي تسيطر على العالم من خلال هذا النظام. فالرئيس بايدن يريد أن يعيد هذه التحالفات من خلال إعادة نشر رواية الديمقراطية في العالم. فهو بالنسبة لهم هو الديمقراطية سلاح استراتيجي وليست قيمة يمكن أن يناضل الأمريكيين من أجلها أو يخسروا مصالحهم من أجلها أو أن يعطوها للآخرين ويدعموهم فيها. يعني شوف الآن مثلا ما حدث في العراق، ما حدث في سوريا، ما حدث في ليبيا، ما حدث في اليمن، لم نرى أي مظاهرة في العالم الغربي ضد هذا الظلم. يعني ما الذي أخرج هؤلاء الناس هو الدعوة للحرية. طيب صحيح. لكن في المقابل نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد حساباتها. فالديمقراطية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي استراتيجية وليست قضية قيمية حقيقية بالنسبة للعالم الآخر. نعم. فما حدث في العراق مثلا، لو أردنا نتحدث عن العراق، اختصرت الديمقراطية في قضية الانتخابات. فأصبح ما يعرف الآن بالانتخابية الالكتيفيزم، هو يقول الحكم أوتوقراطي والحكم استبدادي والظلم وفيه غياب للحقوق، فيه عدم سيادة للقانون، ولكن تؤخذ منه قضية الانتخابات. حتى الانتخابات يعني في عام 2018 عندما حصلت الانتخابات كانت نسبة المشاركة
18%، الآن نسبة المشاركة من 9 إلى 15%، وأيضا هناك أحاديث تتحدث عنه نسبة المشاركة 12%. هل نجحت الديمقراطية حقا في العراق أمام هذه الأرقام؟ هي لم تنجح. الانتخابات ليس الديمقراطية أكبر من قضية الانتخابات. وبالتالي حتى لو كانت المشاركة كبيرة لن يكون هناك ديمقراطية بمعنى سيادة القانون، يعني أن هناك حريات وحقوق ومساواة أمام القانون، وهناك قدرة على عكس كل هذه القضايا العدالة والحرية إلى قضايا تنموية. طيب. هذه القضايا التنموية هي اللي تحقق كرامة الإنسان، لأنه يجد له حرية الحركة، حرية التعلم، حرية المعلومة. لذلك الآن ما حدث في العراق مثلا من تزوير في الانتخابات هو جوهر السبب اللي عقد من أسباب عقد هذا المؤتمر، هو ما حدث في أمريكا مع الرئيس ترامب. كان هناك تضليل كبير، نفس هذا التضليل حدث في العراق. طيب. لأنك أنت قادر على التحكم في وسائل التواصل المجتمعي وإعطاء سرديات كاذبة وإخفاء الحقيقة على الناس، فالديمقراطية في خطر. أنت أمام يعني نظم مستبدة قادرة على تزوير الحقيقة. طيب. فبالتالي كيف الإنسان يمكن أن يفهم ما يحدث من حوله؟ فما حدث في الانتخابات الأخيرة في العراق هو مثال على سقوط الديمقراطية. بعض الناس الآن يكتب عن نهاية الديمقراطية. لماذا؟ لأنك أنت تتحدث عن قدرة على التضليل غير مسبوقة على عبر التاريخ. فبالتالي الناس لا تعرف من تختار، الناس لا تعرف الحقيقة. ممكن الآن ممكن حاكم يتحكم في حجم المعلومات، اللي أصبحنا مثل جورج أورويل عام 1984. من الأكاذيب اللي دعتنا نحن كديمقراطيين عرب وكشبكة من الديمقراطيين العرب وأنشأنا هذه الشبكة نتعامل معها الآن. طيب. بحيث أن يكون هذه الشبكة عابرة للحدود. لا يمكن تقبل سردية أن العرب استثناء من الديمقراطية. لا يمكن أن يكون الربيع العربي صك لاستمرار الاستبداد في العالم العربي. طيب. لا يمكن أن يكون دعوة الناس للحرية سبب لظلمهم. طيب. لا يمكن أن يكون أن الناس تخرج في الساحات من أجل الكرامة والعيش والحرية أن يكون هذا سبب لعودة المستبدين. فهذا ما نريد. ما الذي فعله في غسله في أدمغة الناس؟ هو تضليل ممنهج عبر ثورات مضادة استطاعت أن تسرد هذه السردية. طيب. للأسف الولايات المتحدة استسلمت لهذا الأمر. طيب. ويعني كأن الربيع العربي لم يكن، هذا لن يكون ولن نرضى به، لأن الديمقراطية أولا في العالم العربي. طيب دكتور، أستعير منكم مصطلح الربيع العربي. دكتور أحمد، إذا كان الغرب محبا للديمقراطية طبعا كما يدعي، لماذا يعني ساهم بشكل مباشر في إجهاض أمل الشعوب بالربيع العربي؟ ما السبب في ذلك؟ نعم أخي العزيز، الغرب كما قال أخي الدكتور نزار كان يستخدم الديمقراطية كقضية استراتيجية وليس كقيمية. فلما حصل الحق واكتشف الغرب أن الديمقراطية ستؤدي إلى نهضة الشعوب العربية، كانت سابقا تستخدم الديمقراطية للضغط على الأنظمة المستبدة لكي تزيد في رضوخها. فلما جاء وقت الحرية اكتشفوا أن هذا سيضر بمصالحها، لذلك ذهبوا باتجاه المكاسب الأدنى دون المكاسب الأكبر، بدل أن يذهبوا لإذكاء شعلة الحرية ورفع من شأن الشعوب العربية لكي تساهم السلم العالمي ولكي تساهم في الديمقراطية في العالم أجمع، توافقوا مع الأنظمة الدكتاتورية من أجل قمعها. هذا الذي حصل مع الأسف فيما يتعلق بالربيع العربي. ولكن لنقول واجهتهم مشكلات أكبر. هذه المشكلات يمكن تلخيصها في أنه تطور الإرهاب أكثر، أصبح أكثر أيديولوجية، أصبحت لديه أيضا خبرات أكبر في مواجهة الدول الدكتاتورية وكذلك في مواجهة الاستكبار العالمي. لذلك أصبحوا هم يخشون في الفترة القادمة على المدى المنظور من انفجارات لا تحمد عقباها. أيضا الشعوب بدأت تدرك ما الذي حصل وأنه لا يمكن أن نركن إلى الغرب بشعرة. أيضا من النقاط البالغة الأهمية هي أنه طالما الشعوب قد اكتسبت الخبرة وطالما أن الغرب بدأ يفكر فيما جرى من اهتمام، فلعل مؤتمر بايدن وربما
أرجو أن أكون محقا في قولي هذا. نعم. لعل مؤتمر بايدن هو إحدى صحوات الضمير ما حصل في السنوات الماضية. طيب. وما حل من كارثة كبرى، وخصوصا فيما يتعلق، أضرب لكم مثلا بالملف السوري. أن الملف السوري كان واضحا أن النظام السوري تصنيفه الحقيقي هو نظام إبادة وليس مجرد نظام ديكتاتوري. نعم. يعني أهلك الحرث والنسل. نعم. فعندما صنفوه أنه مجرد نظام ديكتاتوري يشبه نظام فرانكو أو نظام الحكم بورقيبة، هو باتجاه الحل السياسي وليس بتشكيل تعالف دولي لاصطناعه. وهذا ما نجم عنه أن مثل هذه الأنظمة قد أغرت أنظمة ديكتاتورية وإبادية أخرى بأن تستقوي في هذا العالم، وهذا أصبح حقيقة يشكل خطرا دائما على السلم العالمي. لعل وعسى أن هذه التجارب المرة التي مر بها العالم في الآونة الأخيرة تكون مفتاحا لتقدم قادم. نقطة أخيرة أريد أن أشير إليها. تفضل دكتور. أن تدمير الديمقراطية في الوطن العربي قد أتاح الفرصة لروسيا وللصين ولأمثالهما من الاستقواء ومواجهة الغرب، وقد يكون الغرب في العقود القادمة بأمس الحاجة إلى العرب والمسلمين في مواجهة قد لا تكون الغلبة فيها بين الغرب والصين لصالح الغرب. لذلك وفق دراساتنا الأخيرة فلربما بدأ الضمير الغربي يصحو، وإن كان هذا الأمل ليس أملا كبيرا. طيب. لكن عشمنا أن يكون هناك شيء من هذه الصحوة، ولعلنا نحن نستفيد من الظرف الحالي. طالما أن الغرب عاد إلى كرته وبدأ يسوق الديمقراطية، فنضغط أيضا نحن في هذا الاتجاه من أجل نجح حقوقنا. طيب. ضيوفنا الكرام مشاهدينا، سنناقش في الوقت المقبل البيان الختامي، بعضا من نقاط البيان الختامي. دكتور أستاذ لبيد الصميدعي، يعني في البيان الختامي أكد المؤتمرون إعلان إدانة لأي أنظمة أو قوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعطل أو تساعد في تعطيل التغيير الديمقراطي أو الأنظمة الدستورية. هذا في النقطة الأولى من البيان الختامي لهذا المؤتمر. ولكن السؤال الذي نطرحه هنا، يعني كيف يمكن ذلك ونحن نتابع الانقلابات العسكرية تزداد في المنطقة العربية؟ كيف يمكن حدوث أنه لابد في منطقة الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا إعلان إدانة أو أنها تعطل أو تساعد في تعطيل التغيير الديمقراطي أو الأنظمة الدستورية؟ كيف ذلك أستاذ لبيد؟ يعني ومسألة الإدانة، يعني نستطيع أن نقول هذه الإدانة هي قائمة بدون إذا، يعني لأنه افتراض أنه عدم تعطيل نهضات الشعوب من مسألة غير ممكنة. هذه الأنظمة هي التي تقف عقبة أمام تطلعات الشعوب إلى الحرية والديمقراطية والتقدم الحضاري. الأنظمة العربية حاليا محكومة بأنظمة عسكرتارية في معظمها، وأنظمة قمعية واستبدادية، أما أن تكون ملكية وجمهورية لكنها في تشترك في مسألة معاداة الشعوب، وهي تضع مسألة الثورات في موضع أعدائها طبعا. لذلك أنا أعتقد أن البيان ما كان مضطرا إلى ذكر هذه الفقرة مشفوعة بإذا، لأنه الأنظمة هذه بالحقيقة كلها مدانة، وكل هذه الأنظمة بدون استثناء ملطخة أيديها بدماء شعوبها، لا سيما الشعوب الناهضة، الشعوب التي شاركت في الثورات وفي مختلف تجليات الثورات، سواء بانتفاضات الخبز أو بانتفاضات الثورة الطامحة إلى تحقيق الديمقراطية في بلدانها. هذه المظاهر بالحقيقة تهدد مصالح الأنظمة الحاكمة، لذلك فنتوقع أن تضرب بيد من حديد، وأنا لا أستطيع أن أكون متفائلا جدا في أن هذه الحكومات ستلين، أو أن عملية الدعم الخارجي من قبل أمريكا لهذه الأنظمة سيخف. لماذا؟ لأن بالحقيقة النظام العالم الإمبريالي، الغرب الإمبريالي وعلى رأسه أمريكا،
ليس من مصلحته أن تزول هذه الأنظمة، وليس من مصلحته أن يأتي نظام وطني ويحكم أي بلد من البلدان العربية. طيب أنا أتفق مع ضيفك الكريم بأن ثورات الربيع العربي، نعم، عندما شعر الغرب الإمبريالي خاصة أمريكا بأنها ستزيل هذه الأنظمة وستأتي أنظمة، بالحقيقة هذه الأنظمة ستضع نصب عيونها وفي مقدمة أعدائها ستضع الكيان الصهيوني وتضع الأنظمة التي مارست أشكال العدوان على الأمة العربية ستضعها موضع الأعداء في الحقيقة. لذلك فكان من مصلحتها، نعم، أن تبقي على الأنظمة القمعية الحاكمة وتساهم في ضرب، طيب، وقمع وإجهاض ثورات الربيع العربي. مشاهدينا ضيوفنا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم بإذن الله. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب الديمقراطية أولا في العالم العربي الأنظمة الاستبدادية وثورات الربيع العربي. أجدد الترحيب بضيوفنا. نعود إليك دكتور نزار. في البيان الختامي دعا المؤتمر إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في المنطقة، ولكن السؤال المطروح هنا، إلى أي مدى ترى استجابة الأنظمة لهذا المطلب بشكل خاص؟ هل تمتلكون القوة في المؤتمر لإرغام الأنظمة على عملية الإفراج غير المشروط للمعتقلين السياسيين؟ يعني دعني بس فقط يعني أوضح أن البيان لمن مخاطب، من هو البيان، من يخاطب؟ نعم، يعني ليس المقصود بإدانة كل من يعطل هذا أنه هو والله مجرد موقف سياسي، ولكن هي الفكرة أن هذا المؤتمر يضم شبكة من الديمقراطيين العرب، طيب، وأن الأفكار فيه تحاول أن تجمع كافة التيارات. يعني كتب هذا إسلامي وكتب ليبرالي وكتب شيوعي وكتب كل الأطياف اللي شاركت فيه هي من كل الوطن العربي، وهذه فكرة مهمة جدا وجديرة بالاهتمام، أنك أنت تكون شبكة هدفها قيمي وليس هدفها سياسي، ليس أنها حزبا، طيب، ليس كل واحد منا عنده انتماء أو عنده أفكار ولكن في قيم محددة. لذلك الآن الفكرة أن كل هؤلاء يقولوا بأن المسار الديمقراطي هو مسار من حق هذه الشعوب. نحن لا ننظر للديمقراطية كمنتج أمريكي ستعطيه لنا. لذلك الدعم الخارجي لم يكن موجود في البيان، لم نذكر ذلك ولا نريد ذلك، لكن نريد هذه القيم أن نتشابك بها مع العالم. لذلك الآن الولايات المتحدة الأمريكية تفقد القدرة على قيادة هذه القيم. الرئيس بايدن يريد أن يسوق نفسه كقائد لهذه القيم، وهذه نقطة مهمة. ذكرها فريد زكريا في كتابه بوست أمريكا، ما بعد أمريكا. ذكر بأن في كل الحضارات التي نشأت تنشأ بعض القيم، الشعوب الأخرى التي تستقبل هذه القيم تقوى عند هذه القيم أكثر من منشئها. طيب، لذلك نحن نريد هذا السياق، نريد أن نقول أن هذا ما يحدث في المنطقة العربية هو سياق طبيعي لا يجب التدخل فيه، لا من الدول الإقليمية ولا من الدول الخارجية. نعم، وليس الآن العالم العربي الآن لا تحكمه منطقة مثلا، نعم، اليمن وسوريا وليبيا وما حدث في تونس وكذلك المغرب، في تغير حدث. لا نقول بأن والله الآن نحن كأن من زمان ما زال العسكريتارية تحكم، لا، في ليبيا لا تحكم العسكريتارية، في تونس ما زال في على الأقل درجة يعني لا نريد عقلية صفرية وكأن ما حدث في الربيع العربي هذا كان، لا، ما حدث في الربيع العربي أولا أحدث تيار مدني، منه هذا المؤتمر، من لم يكن مثل هذا التيار الشبكي الذي يجمع كل الديمقراطيين في المنطقة المؤمنين بقيمة الحرية والعدالة أو قيمة العدالة والحرية. النقطة الثانية أن هذا البيان اللي تحدث مثلا عن الإفراج الفوري عن المساجين، سؤالك هذا أن نحن
كلنا ضد قضية السجن والاحتقال. إذن هي تسجيل مواقف، تثبيت قضايا حقيقية تثبيت. أجمع عليها نعم. هؤلاء المؤتمرين يعني لا تناشدون أحدا في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. نعم، لأن هذه الشبكة ستستمر في نشر سردية، ونحن طبعا من خلال دراسة تاريخ التنوير نعم. كله كان شبكي. يعني من قام بالثورة الصناعية كانت شبكات، كان بشر نعم. ليس السلطات. من قام التغيير الديمقراطي في أوروبا كانت مجموعة مفكرين لم يكونوا سلطات. طيب. فإذا نحن نريد من الآن تعضيد هذه الرواية، أن الكل من يستمع إلينا أن يكون الشغل الشاغل الآن هي حرية هذه الشعوب. طيب. والحرية نعني بها ثلاث قضايا أساسية. الحرية ليست الحرية تكون رديف كامل للتنمية، ونعني بالتنمية هو أن يعبر الإنسان عن ذاته في السياسة وفي الاقتصاد وفي حركته داخل المجتمع. جميل. كل جميل. هذه القضايا يجب أن تصبح سردية، يصبح رواية يكتب عليها في الفيسبوك، يكتب عليها في تويتر، كل العالم العربي نعم. يجب أن ننشر هذا الأمر. لماذا؟ ليس لأن انتماء هذا إسلامي وهذا علمي، نخرج من هذه القضية نعم. نخرج لنتحد على هذه القضايا بالضبط. هذا البيان يريد أن يصل إلى هذه القضايا ويريد أن يثبت. لذلك ذكر السجناء، ذكر المهجرين والنازحين نعم. ذكر قضايا الأمن، سنأتي على هذه نعم. وذكر قضايا الثورات المضادة اللي هي القضايا التي تحاول تعطيل هذا المسار نعم. إذن يا أمريكا أنت لا تدعمين الديمقراطية، نحن نعرف ذلك نعم. لكن لا تكوني حجر عثرة، لأن هذا سيكون يعني بمثابة اعتراض على تيار عريض في المنطقة نعم. ويريد هذا التيار أن يقوى. كل ما قوي هذا التيار كل ما حسب له ألف حساب، وأصبحنا نخرج من سردية الأيديولوجيات التي حكمت في الست. طيب نعم. إلى سردية شبكية حقيقية تؤمن بقيم طيب تنتشر طيب بين دكتور. المجتمع. دكتور أحمد، يعني في البيان الختامي دعوتم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأيضا وجهتم الدعوة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في الدول العربية. لكن هل بالإمكان محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات؟ وهل يمكن التعويل على المجتمع الدولي في الوصول إلى الجناة دكتور أحمد؟ نعم أخي العزيز، هذا سؤال مهم وسأجيبك عليه، ولكن قبلها نعم. أريد أن أضيف إلى ما قاله أخي الأستاذ نزار فيما يتعلق بقضية المعتقلين القديم نعم. سأحكي لك من خلال تجربة الثورة السورية نعم. فإن أعقد قضية في الملف السوري كانت هي قضية المعتقلين القديم، ذلك أن أنظمة الإبادة والأنظمة الدكتاتورية تستخدم قضية المعتقلين كرهائن لكي ترتع جميع الشعب السوري، وهذا ديدن كل أنظمة الاستبداد تقوم باعتقال كميات هائلة أعداد كبيرة جدا من الأحرار في البلد من أجل إرغام بقية الشعب على الصدوع. وبمقدار صمودنا وتركيزنا على هذه النقطة فإننا سوف نحقق خطوات متقدمة ونضمن بهذه القضية. جميل. فيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان فأنتم نعم. كما تعلمون فإن مجلس حقوق الإنسان الذي أنشئ بعام 2005 وباشر أعماله بعام 2006 والآن وصل إلى دورته 48 تتم فيه أشياء إيجابية، ولكن مع الأسف سبب أنه لا يوجد قرار دولي بتحويل ما يطرحه مجلس حقوق الإنسان إلى واقع معاش. هذا أثر كثيرا، مثال على ذلك فيما يتعلق بالملف السوري. الملف السوري تمت المباشرة في مجلس حقوق الإنسان في الدورة 16 وبدأت القصة في يوم 29 من شهر نيسان 2011، أي بعد 44 يوما من بداية الثورة السورية، من خلال إرسال بعثة لتفصي حقائق. طيب. ثم كلتها بعدها في 3 أشهر لجنة تحقيق دولية مستقلة في 22 من شهر آب من نفس العام. ما أريد أن أقوله أن هذا ما نريد أن نضغط باتجاهه، أن نصل إلى أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة فيما يجري في الوطن العربي وفق القانون الإنساني، وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإضافة إلى ذلك وفق القانون الدولي الإنساني، وهذا خاص بجرائم الحرب. إن استطعنا فعلا، وهذا ما نطمح إليه ونضغط دائما باتجاهه، أنه علينا أن نطالب المجتمع الدولي بأن يتم إرساله إلى كل الدول العربية لجان
تقصي حقائق ثم بعدها يعني بالبداية بعثات تقصي حقائق ثم لجان تحقيق الدولية المستقلة تطلع على الواقع في الدول العربية وتقدم تقاريرها على أن تعتمد نتائج هذه التقارير ويحول المجرمون الذين ينتهكون حقوق الإنسان باتجاه المحاكم الدولية. ما لم يتم فعلا تحويل هؤلاء المجرمين إلى المحاكم الدولية فلن يرعوا الاستبداديون ولن ترعوا الأنظمة الدكتاتورية ولن تخاف لومة لائم. هذا هو الطريق واحد من أهم الطرق التي تضغط على الأنظمة المستبدة لتحقيق مطالب الشعوب بالحرية والكرامة. لذلك أنا أهيب بزملائي وإخوتي أن نركز على هذه النقطة التي وردت كما تفضلت في البيان الختامي وأن نعول عليها وأن نستمر في الكفاح عنها. طيب أستاذ لبيد أنتقل إليكم، البيان أكد على المساواة بين المواطنين ومبدأ التعددية وأيضا التسامح السياسي وتمكين المرأة، لكن هنا في هذا السياق ما المقصود بالتسامح السياسي خاصة في العراق؟ يعني بمعنى آخر هل يمكن أن تسقط جرائم الحكومة والميليشيات بالتقادم؟ هل هذا هو المفهوم بمبدأ التسامح السياسي؟ طبعا عنوان التسامح السياسي بالحقيقة هو عنوان عريض، يعني مسألة التسامح عندما يكون التسامح فيما يتعلق بخلافات سياسية بعينها يعني يجب أن يكون هناك حامش من التسامح بين القوى السياسية التي تشترك في ثوابت معينة كالثوابت الوطنية. في العمل السياسي يجب أن يكون هناك تسامح، لكن هنا هذه العبارة بالحقيقة تبدو لي هلامية إلى صح التعبير، لأنه بحاجة إلى توضيح، وما لم توضح بشكل كبير ربما تفسر على نحو يثير الاستفزاز من قبل كثير من الناس، لأن مسألة التسامح وهناك من طرح في فترة من الفترات الصراع في داخل العراق على ما أتذكر، هناك قوة سياسية طرحت مبدأ عفى الله عما سلف ونطوي صفحة جديدة، وكنا بعض القوى السياسية ومنها نحن في التحالف الوطني كان لدينا رد على هذه، وقلنا أن هذه المسألة مسألة عفى الله عما سلف أو طي صفحة جديدة، هذه مسألة يجب أن يحصل بها من يدعون إليها، يجب أن يحصلوا على تفويض من قبل الشعب خصوصا من قبل الأرامل والأيتام، لأن هذه الدماء الكثيرة التي سالت وهذه الجرائم المستمرة وعملية الاستباحة وانتهاكات حرمات الناس، هذه المسألة لا يوجد شخص على وجه الأرض يستطيع أن يطرح نفسه ممثلا للدم أو يفوض نفسه ويسول لنفسه أن يدعو إلى التسامح ويدعو إلى طي صفحة جديدة. لذلك أنا أعتقد مسألة التسامح المراد بها في البيان الختامي هو التسامح ربما بين قوة سياسية كانت في مرحلة من مراحل التنافس السياسي أو الصراع السياسي مرت في مرحلة مؤسفة ومرحلة ربما سالت فيها دماء في مرحلة من مراحل الزمن، لكنه فيما يتعلق بالوضع الراهن حاليا السائد في الوطن العربي لا سيما في المناطق الساخنة جدا في كالعراق وسوريا، أنا أعتقد مسألة التسامح عنوان يجب أن يحتاج إلى تفسير ويحتاج تفسير. إلى توضيح من قبل من يطرحه. طيب دكتور نزار، جاء في البيان الختامي أيضا دعم تشكيل أنظمة سياسية في المنطقة تقوم على أساس الحكم التمثيلي والشفافية والحكم الرشيد، من أي نقطة يمكن الانطلاق لتطبيق هذه الخطوة؟ وطبعا لما وضع هذا البيان كانت فكرة، دعني أقول على فكرة المصالحة السياسية. يعني الفرق بين المصالحة السياسية والمصالحة الاجتماعية، المصالحة السياسية هي إعطاء فرصة لبناء نظام سياسي يتنافس فيه الجميع، المصالحة الاجتماعية هي اللي يكون فيها العدالة الانتقالية. يعني لازم نفرق بين العدالة الانتقالية وبين المصالحة السياسية، ولكنه أتى يعني بالتسامح السياسي. هو المصالحة السياسية نفس المصطلح. طيب. يعني political tolerance هو يعني بمعنى أنك أنت مع من؟ مع القوى السياسية الأخرى.
لكن مثلا في ليبيا مثلا أو في العراق أو كذا يمكن لكل شخص أن يشارك في النظام السياسي. لكن عندما يريد أن يشارك في النظام السياسي حاجة نظام له ضوابط له قواعد للعبة السياسية. طيب. ولكن هذا الشخص قبل أن يكون في ضمن النشاط السياسي سيخضع للعدالة الانتقالية. فهنا نفرق بين العدالة الانتقالية. أوكي ممكن، لكن لا نريد أن نقول مثل مقام مثلا في اجتثاث تيار، اجتثاث البعث بهذه الطريقة، أو مثلا قانون العزل السياسي اللي قمنا فيه في ليبيا. لا يكون هناك نظام سياسي قادر على استيعاب الجميع ضمن إطار العدالة الانتقالية. ولكن الذي يقرأ للوهلة الأولى التسامح السياسي، يعني التسامح المعارضة مع الأنظمة، هو تسامح سياسي. تسامح سياسي 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 نعم. بمعنى ضمن إطار النظام السياسي، ومعروف المصطلح يعني طيب. في نعم. في العلم السياسي. الأمر الثاني فكرة الديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد. نحن طبعا شعار المؤتمر هو الديمقراطية أولا. طيب. بمعنى أن يكون هنا الديمقراطية المقصود بها هو شيء أقرب إلى ممارسة الحريات وسيادة القانون. طيب. هذه القضايا الأساسية، سيادة القانون بمعنى أن يكون الجميع سواسي أمام القانون. أن يكون هناك حريات كاملة سياسية ومدنية، وحق الشعوب في إبداء رأيها، وحق الشعوب في المعارضة، وكذلك حقها في بناء النظام السياسي التي تريدها واختيار حاكمها. لأن هذه القضايا مجتمعة كلها مع بعضها البعض ستؤدي في النهاية إلى حالة من الاستقرار والتنمية في المنطقة. طيب. فالمؤتمر يريد أن يقول بأن ما حدث في الربيع العربي لا يجب أن يكون ذريعة للتخلص والتملص من الحريات والديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية. نعم. وأن هؤلاء المؤتمرين في هذا المؤتمر ما يقولون ما زال هناك فرصة للعودة إلى التنمية والديمقراطية والحكم الرشيد إذا ما كان هناك تشبيك حقيقي بين أبناء هذا المجتمع، وإذا أزيلت هذه الثورات المضادة وهذه العواقب. يعني الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن ما زالت مع كل ما هذا المؤتمر الموجود الآن يتوقع صفقة ب 23 مليار مع الإمارات. نعم. وتعطي السعودية 62 مليون دولار صفقة في 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 أسلحة، وما زالت هي تعطي للنظام المصري طيب. مليار طيب. و300 مليون سنويا للنظام العسكري في مصر. طيب دكتور، وما زالت هي نعم. يعني تمارس نفس الممارسات. الوقت أدركنا. نعم. دكتور أنا آسف جدا وأعتذر أيضا لضيوفنا عبر الهاتف، الوقت أدركنا. في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث العرب أتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكتور نزار كريكش مدير مركز بيان للدراسات، شكرا جزيلا. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور أحمد طعمة رئيس الحكومة الانتقالية السورية الأسبق، حدثنا عبر الهاتف من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لكم دكتور. وأيضا الشكر موصول للأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، حدثنا عبر الهاتف من مالمو. مشاهدينا الكرام الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.